ناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة العديد من الملفات، لعل أبرزها كان ضبط الحد من ظاهرة زواج الفتيات القاصرات أو الزواج المبكر. نتابع التفاصيل أكثر في هذا الخبر. ضوابط جديدة للزواج المبكر وضعت من مجلس الشورى والذي برم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والتي تنص على منع عقد النكاح لمن لم يتم سن 15 عاما ذكرا كان أو أنثى، على أن تتولى المحكمة المختصة عقود النكاح لمن هم دون 18 عاما. إذن نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستديو بالدكتور حسين الحكيم، أستاذ الخدمة الاجتماعية، أهلا بك. مرحبا وسهلا، حياكم. سمعنا هذا الخبر اللي أقرته مجلس الشورى وأخيرا اللي هو زواج القاصرة أو الزواج المبكر، ولكن حدد العمر 15 سنة. أول حاجة أحب أنك تعلق على هذا الموضوع بشكل سريع قبل أن ندخل في التفاصيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا القرار والخبر من مجلس الشورى شيء يسر شيء يسعد، لأنه فعليا هو مبني على أحداث وعلى قصص رويت وحصلت عندنا في المجتمع السعودي من بعض أولياء الأمور، من بعض الآباء، أنهم زوجوا أطفالهم هم صغار، بالذات إذا كانت بنت، يعني المشكلة صارت مع البنات بنسبة أكبر، فصار فيه مشكلة تحتاج أنه يكون فيه نظام، فيه قانون يردع الآباء وأولياء الأمور اللي يستفيدون من أنه ما في نظام ويستغلون هذا النظام، عدم وجود النظام، فإنهم يزوجون بناتهم وهم يعني حتى في سن صغيرة. سمعنا عن الناس تزوجوا في 9 وفي 10 وفي 12 وفي 13 سنة ووصلت للمحاكم وصار فيها مشاكل نفسية واجتماعية وأسرية. فوجود النظام، وجود التنظيم هذا والإجراءات اللي أقرها مجلس الشورى بالتأكيد أنها مدخل لنظام ولتنظيم لحل كثير من المشكلات. ممكن ما يكون عندنا نسبة كبيرة من عدد الحالات، لكن حالة واحدة لطفلة واحدة ممكن تخرب بيت أكيد. مستقبل أسرة كبيرة، يعني فبالتأكيد أن الحل لابد أنه يكون بوضع نظام. جميل. طيب، قرار لما قرروا مجلس الشورى أنه يكون 15 سنة، ما تحس أنها مرة صغيرة؟ يعني 15 سن مرة صغير، يعني 18 لو زودوها كمان سنتين ما تحس أنه أفضل؟ هو سهل علينا أننا نقول هذا السن أفضل أو هذا السن أفضل. أنا في دراستي قابلت مجموعة من المتخصصين في الأطفال، في النساء والولادة، قضاة، محامين، حتى ضباط وأساتذة جامعات من الجنسين وحتى من العامة. اختلفت الآراء، يعني أنت تعطين الرأي الآن وعندك وجهة نظر. صحيح. بناء على تصور، بناء على خلفيتك، بناء على معرفتك، تصورك أصلا للبنت اللي عمرها 15 أو للولد اللي عمره 15 واستعداده وتهيئه أنه يكون يفتح بيت سواء كرجل أو كبنت، هنا يصير فيها اختلاف. أنا متأكد وأجزم أن الأخوة والأخوات في مجلس الشورى مرت عليهم هذه الآراء ودرس الموضوع من كافة الزوايا، من كافة الجوانب، جوانب اجتماعية، جوانب نفسية، جوانب اقتصادية، جوانب أسرية، جوانب دينية، كل الجوانب مرت عليهم، حتى الجوانب الصحية فراعوها. الأصل هم اللي الآن النظام يقول لك أنه سن 18، من 15 إلى 18 إحنا لو رجعنا حتى الإحصائيات اللي موجودة مثلاً لنسبة الزواج ما عندنا رقم كبير. صحيح. لكن النظام هذا يساعد في عدم استغلال أولياء الأمور لسلطتهم في أنهم يزوجون أبنائهم، لأنه ولي الأمر عنده السلطة. كل ما قل الطفل كل ما صارت قدرته العقلية أقل، فممكن نضحك عليه بكلمة حلوة. صحيح. طيب وأنا أبوك، لا أزعل عليك، الكلام اللي مثل هذا. لكن شخص درس الابتدائي 12 سنة ووصل لمرحلة متوسطة، الآن احنا نشوف شباب وشابات في ثاني متوسط، في ثالث متوسط، في أول ثانوي، ما شاء الله عاقلين وواعين ويقدر ياخذ ويعطي. صحيح. بعقلانية. فسن 15 لأنك تاخذ وتعطي معاه ويستوعب مشكلة الزواج وأهمية الزواج وكيف أنه فتح منزل له أهمية، هذه مهمة. أنا أتوقع أنه لو يكون في أيضا توعية في المدارس بالذات في المرحلة المتوسطة، يعني قبل ما يصير في إمكانية للمأذون أنه يعقد بعد سنة 15 اللي هي في المرحلة المتوسطة، للشباب والشابات تعريف وتهيئة وتعليم في أهمية الزواج وكيف ممكن يدار
ومتى أنت تستطيع أنك تقول نعم للزواج إذا عرض عليك أبوك أو عرضت عليك أمك الزواج نعم أو لا. فهذه تساعد أنها تبني الشخصية وتفتح الذهن في اتخاذ القرار. صحيح. حتى للأطفال على الأقل في الأخذ والرد. صحيح. طيب دكتور حسن احنا كده مكملين معك رغم اني انا ما زلت معتضة على عمر 15 سنة لانه 15 سنة يمكن النسبة الاقل عندهم هذا الوعي، لكن اسمح لي اخذ معي عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى. حياك دكتور عيسى، حياك الله. في البداية لو تقول ايش هي التوصيات اللي اقرتها مجلس الشورى بما يختص بزواج القاصرات او دون سن 15 سنة؟ ابتداء أشكركم وأشكر قناة خليجية روتانا وأشكر أوجه الخصوص البرنامج سيدتي على طرح هذا الموضوع. أحب أن أبين نقطتين، النقطة الأولى الوضع الراهن والنقطة الثانية التوصية التي صدر بها قرار مجلس الشورى. أول وضع الراهن، ليس هناك قانون أو نظام يحدد سن أدنى للزواج، وهذا متروك للمحاكم وحتى أيضا للمأذونية ومتروك أيضا إلى الأهالي على هذا النحو. بالنظر إلى الواقع ليس هناك حالات كثيرة جدا فيما يتعلق بزواج القاصرات، ولكن نظرا لوجوب المزيد من سد الشواغل القانونية والتطور والتنمية الموجودة حاليا في السعودية اقتفاء واهتداء نحو خطة 20 ورؤية 2030، فإنه قد صدر المجلس الشورى، وهذه النقطة الثانية وهو التوصية صدرت من المجلس، هي توصية لا يعتبر قرار واجب التنفيذ، وإنما التوصية لأن مجلس الشورى يرفع توصياته إلى الملك وولي الأمر هو الذي يقرر اعتمادها من عدمها. نعم. مجلس الشورى اتخذ توصيتين أحب أن أبينها للسادة المشاهدين على النحو التالي. عندنا عمرين، العمر الأول التي لم تتم عمر 15 عاما، بمعنى أقل من 15 سنة بيوم. هذا في الحقيقة منع تماما بموجب هذه التوصية، وهو منع عقد النكاح لمن لم يتم 15 ذكرا كان أو أنثى. بمعنى أن تأتي بنت عمرها أو ولد عمره قبل 15 سنة لا يحق لأحد، لا محكمة ولا مأذون ولا أحد، أن يقوم بالتزويج، ولو قام بتزويجه سيعتبر حينئذ غير شرعي وغير قانوني وحينئذ يعاقب. أما إذا أتم 15 سنة ولم يتم 18 سنة، بمعنى بين 15 و18، فحينئذ لا يعقد المأذون وإنما يعقده حينئذ المحكمة. أما بعد 18 فيمكن للمأذون أن يعقد بناء على الشروط المعروفة، الولي وموافقة البنت ووالدتها ونحو ذلك. إذا عندنا ثلاث مراحل، ما دون 15 ومنع مطلقا، ما دون 18 حتى 15 عن طريق القاضي حتى يتأكد من مجموعة ضوابط وضعناها في مجلس الشورى. أما فوق 18 فيكون ضمن المأذون كما هو حال دول العالم. أما فيما يتعلق ما هي الضوابط، البعض قد يقول صحيح. ما هي الضوابط حول هذا الموضوع؟ نحن نقول قصر عقد النكاح لمن دون 18 ذكرا كان أو أنثى على المحكمة المختصة أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المرافقة لهذه التوصية. مثلا من ضمن هذه الضوابط أنه على المحكمة المختصة أن تتأكد من توافر الشروط الآتية في الزواج المبكر، اللي هي أن يكون طلب الإذن بعقد النكاح مقدم من الشاب أو الفتاة أي الخاطبين أو وليهم الشرعي أو الوالدة، ما يجي واحد آخر. نعم. ثانية، أن يتحقق القاضي المختص من موافقة الشاب أو الفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه وكذلك سماع ما لدى الأم، بحيث لا يجوز حينئذ قطع الطريق على من يريد أن يحرج بنته أو يرغمها. نعم. أو أن تكون الأم رافضة، أحيانا تكون البنت موافقة والأم رافضة، أحيانا تكون البنت مرغمة أو محرجة والأم رافضة. صحيح. حين جاءت الأم عند القاضي وجلس وأخرج من زوجها أبوها ونحو ذلك، وجلس القاضي مع الموظفين الوكاتب الضبط لوحدها، فتقول بالصراحة أنا يا شيخ والله أنا غير موافق على زواج بنتي، إذا القاضي لا يتم الزواج. أو قالت البنت أنا والله يا شيخ غير موافقة ولكن أبوي أحرجني أو منعني، إذا القاضي ما يتم الزواج. هذه ضمانات لقطع الطريق على من يستغلون أو يظلمون البنت في هذا العمر ما بين 15 إلى 18. أيضا هناك شروط أخرى، مثل أن يتحقق القاضي من الاكتمال الجسمي والعقلي للطرفين، وأن الزواج لا يشكل خطرا عليهما، وذلك بموجب تقرير طبي يصدر من وزارة الصحة أو من يمثلها، واشتراط حضورهما لبرامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. معنى ذلك الشغل الموجود حاليا وسابقا أنه بنت عمرها أقل من 15 تتزوج، هذا خلاص يجب أن ينتهي. حتى وحدها أقل من 18 سنة تتزوج عن طريق المأذون أيضا ينتهي، لازم عن طريق القاضي للتأكد من أنها لم ترغم، للتأكد من الناحية الصحية، من الناحية النفسية،
من جميع هذه النواحي. بمعنى أننا قاومنا بهاتين التوصيتين وهذين القرارين جميع هذه المظالم الواقعة. أيضا هناك أيضا شروط أخرى إذا كان الوقت يسمع. عمر الزوج يتحقق القاضي عفوا عمر الزوج نعم عمر الزوج نفس عمر الزوجة. بمعنى أنه حتى لو جاء شاب عمره أقل من 15 سنة للذكرين، إحنا قلنا للجنسين الذكر والأنثى أقل من 15 ممنوع الزواج. أقل من 18 ذكر أو أنثى أيضا لازم عن طريق القاضي. يعني لو مثلا فرضنا أن البنت عمرها 18 والولد عمره 17 أيضا لابد أن يكون عن طريق القاضي. إذا لابد أن يكون الزوج والزوجة قد أتم 18 عاما حتى يكون عن طريق المأذون. أيضا من الشروط أن يتحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين. يعني كيف التناسب العمري؟ مش معقول تجيب بنت عمرها 18 سنة مثلا أو أقل من 18 سنة عمرها 17 سنة وزوج عمره 70 سنة. إذا القاضي لازم يتأكد من هذه الأمور، وهذه وفقا لتقارير طبية ونفسية من جميع هذه الأمور. دكتور إذا تسمح لي بس علشان أخليك تكمل باقي النقاط، في نقطة ذكرتها قلت إذا رفضت، إذا كانت البنت مجبورة، أبغى أعرف إذا دخلت على القاضي وطلع أبوها وقال لا القاضي إذا أنت مجبورة فقالت له إيه، هنا كيف تحمل بنت من والدها؟ حنا نعرف أنه ممكن تتعنف، ممكن يصير في مشاكل. هذه لا 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 لا، بالنسبة لهذا الموضوع هناك ثلاث حالات. إما أن تكون في داخل البيت فإنها سوف تكون مجبورة وليس عندها أحد. لكن لكن لو أيضا الحالة الثانية إذا كانت عن طريق المأذون أيضا قد يحرجها أو قد لا يلتفت أو تكون حينئذ خائفة. عند القاضي ليس هي التي تخاف، أبوها إذا أرغمها هو الذي سيخاف. وبالتالي إذا قالت للقاضي هنا أيضا لابد من رب البنات أن تكون عندها جرأة أو شجاعة. يعني هنا نفهم من كلامك في البيت تخاف وعند المأذون تخاف وحتى عند القاضي تخاف، لابد أن تتكلم. ممتاز. وتطالب بحقها. بالضبط هذا هو المطلوب. ولكن دكتور عيسى لو كانت فعلا مجبورة أو لو كان فعلا كان في شد ومد وجزر من الأهل على هذا الموضوع الزواج، سواء كان في غلط من قبل البنت أو في الخطأ مثلا من قبل الولد، هل في عواقب وخيمة أو هل في قانون يحمي فعلا هذه البنت وهذا الشاب من أن هم يتكتب عليهم الزواج غصبا عنهم؟ نحن قدر المستطاع أن نضع الضوابط من أجل الوقاية، من أجل أن لا يقع أي ظلم على الزوج أو الزوجة سواء كان ذكر أو أنثى إذا كانوا أقل من هذا العمر. لكن أيضا يجب أن نبين، حتى على سبيل المثال لو أتمت عمرها 18 سنة، لو أتمت 18 سنة وجاء المأذون أيضا نفس الشيء، إذا يجب يكون لها شخصية بإمكانها حينئذ أن تحرج أو ترغم وهي عمرها 18 سنة. طب هي عمرها 18 سنة وما تبغى دكتور عيسى؟ ليس هناك أحد يلزمها، أنا قصدي أنه أقل من 15 نحميها تماما، أقل من 18 عند القاضي عشان تتجرأ تتكلم، فوق 18 عن طريق المأذون نفترض أن تتكلم. إيش هو القانون اللي ممكن يحمي البنت اللي تحت ال 15 سنة في حال كانوا أهلها رفض مصرين أنهم يتزوجوا؟ أقل من 15 سنة ما يمكن أحد أن يعقد لها الزواج. جميل. أقل من 18 لازم القاضي وأن يتحقق، فوق 18 أي مأذون ممكن أن يقوم بعقد الزواج وفقا لضوابط وشروط. أنا أقصد أنه لا، نحن كل ما نقوم به عبارة عن مساعدات للبنت وللأم من أجل أن تشجع. إذا كانت البنت تستحي أو تخاف والأم تستحي أو تخاف، حتى لو كان عمرها 20-25 سنة وكانت مرغمة الأم والبنت على الزواج، من سوف يحميها إن لم هي تبادر كلها شخصية لتبقى هذه الأنظمة؟ لا يمكن أن تحمي بذاتها. أعطيك مثال، حتى موضوع التعنيف، لو جاء مثلا أبوها عنفها أو زوجها عنفها أو أي أحد عنفها وخافت تتكلم على التعنيف، أن نقول مثلا أن عدم اتصالك أيضا مسؤولية على الحكومة، يجب أن تبادري، يجب أن تمدي يدك إلى الجهات الأخرى. نحن نسعى جاهدين إلى الحماية قدر المستطاع، وأن أيضا أن نسعى جاهدين أيضا. اسمحي لي بس في إكمال جزئيتين سوف يعني تجدين فيها الجواب. تفضل. أيضا هذا الأمر الأول فيما يتعلق على المحكمة. اثنين، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالف للضوابط المشار إليها، وعند وجود شكوى من القاصر أو من أحد والديه ينظر في الضرر الواقع على المشتكي من المخالف فيطبق عليه ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، وفي حال عدم وجود نص ينظر القاضي في مسألة تعزيل المخالف من رمناس. أي بمعنى لو أن الأب أرغمها أو نحو ذلك، هناك نظام حماية للطفل، هناك نظام حماية من الإذاء، هناك نظام منع الاتجار بالبشر أو التحكم بالأشخاص، هناك عقوبات تعزيرية حينئذ متنوعة. ثالثا وأخيرا، اتخاذ كل ما يلزم من خطوات تكفل قيام كل جهة بمسؤولياتها تجاه الالتزام بما ورد في اللي ذكرناه قبل قليل من الشروط اللي على المحكمة. وفق ما يأتي، واحد،
على وزارة العدل اتخاذ ما يلزم لمنع مأذوني الأنكحة من تزويج من كان دون سن 18 إلا بإذن المحكمة المختصة بعد تحقيق هذه الشروط. اثنين، على وزارة العدل مراعاة تضمين مشروع عقد الزواج الإلكتروني بما قضت به الضوابط البند أيضا اللي ذكرناه قبل قليل. أيضا على وزارة الصحة التأكيد على المستشفيات المعتمدة للفحص قبل الزواج، أنه إذا كانت الفتاة أو الشاب أقل من سن 18 أن يتضمن التقرير الطبي تقريرا من الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المستشفى ما يثبت الأهلية للزواج. إذن دكتور عيسى، الضوابط أو النصوص الشروط اللي موجودة للفتاة اللي عمرها أقل من 18 سنة وتبغى تتزوج أو أهلها يبغوا حابين أن هم يزوجوها هي نفسها تقريبا النصوص والشروط اللي متواجدة لأي فتاة تانية. أنا أشكر لك هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. ممكن أسألكم أنتم سؤال مع دكتور حسين؟ الحين في قانون للأشخاص ولا لا اللي يزوجوا؟ في قانون؟ شوفي، على حسب ما يعني احنا شفنا في المواسم الماضيه خصوصا 2017 و2018، يعني على حسب ما كنا بنتكلم كثير مع المحامين، يعني عفوا على المداخله يا دكتور حسين، كنا نتكلم مع المحامين والضيوف اللي بيجوا عندنا والاخبار اللي كنا بنقراها وبنرصدها بشكل يومي، انه تم محاسبه اكثر من ماذون لانه عقد نكاح لما هم دون السن اللي هي كانت ايامها 18 سنه. هذا يس، هذا كان حتى في الجنوب افتكر صار هذا الموضوع. ومن ضمن الاشياء اللي انا سمعتها انه حتى ما يكون في عرف لكل منطقة معينة بيتم تدوير القضاء في أنحاء المملكة بحيث أنه يكون القانون هو اللي ماشي مش العرف هو اللي ماشي. يعني زي ما ذكر الدكتور عيسى قبل شوي أنه هذه حالات قليلة، أنا أشوف هي قليلة في مناطق وكثيرة في مناطق ثانية. في ناس كثير يحبوا يزوجوا بناتهم منهم صغار في السن، يعتبرهم خلاص 15 سنة هي ممكن أنها تتزوج أو أنها تكون مؤهلة للزواج، ممكن مش 15 ممكن من يوم ما تبلغ، يعني من ضمن الحالات. لكن أنا أحب أسمع تعليقك على كلام الدكتور عيسى. أول شيء أشكر الدكتور عيسى أنه أعطى تفصيل في الإجراءات وفي الأنظمة تفاصيل التفاصيل، يعني ما عاد في الخاصة. لا نحتاج أشياء أكثر. يعني أنت كان عندكم مداخلات عندكم أسئلة تحتاج أنه مثلا إذا أجبرت البنت على الزواج حتى لو كان عمرها 25 سنة إيش الإجراء؟ طبعا فيه يفترض أنه في إجراءات ثانية تدخل فيها. أنا في عندي نقطة مهمة أحب أؤكد عليها، أنه إحنا أنا قلت وأنتم حتى قال الدكتور عيسى أنه هذا لردع الآباء من أنهم يعنفون يتاجروا في البنات ما مشكلة، راح نمشي بهذا المصطلح. الأصل في البشر وفي السعودية بشكل عام أن الأب يحب أبنائه والأم تحب أبنائها، هذا الأصل، يعني الحمد لله الغريزة. فالحالات اللي تحصل أنه البعض يتاجر في أبنائه أو يجبر بنته أو يجبر ابنه على الزواج احيانا اما لجهل عنده شخصيا يرى ان هذا مصلحه لها او لمشكله اسريه موجوده عندهم فلخلل معين، لكن الاصل لا، الاصل الاباء والامهات يحبون ابنائهم وحريصين عليهم ويتمنون لهم احيانا مستقبل احسن من مستقبلهم. في بعضهم يشعر احنا من احنا في منا الاباء والامهات ونعرف هذا الشيء. اللي يصير انه احيانا بعضهم عندهم مشاكل نفسيه او اجتماعيه او عندهم بعض المشاكل الذهنيه والعقليه فيحتاج مثل هذا النظام هنا يرتعه. فهذه الحالات تساعد، هذا النظام يساعد انه يتم فيه ردع لمثل هذه الحالات. ذكر الدكتور عيسى انه الحالات ما بين 15 و18 قليله، حتى لو كانت قليله برضو هذا يساعد الان على الاقل الوعي والمعرفه والناس بدات تستوعب انه اذا المأذون الأنكحة عقد لزوجين فتاة ورجل أقل من 18 سنة أنه راح يعاقب، أكثر من 18 سنة فيه نظام، من أقل من 15 من 15 18 عند القاضي. مسألة تدوير القضاء أنت تتكلم عن القضاء، لكن فعليا اللي يعقد عقد الزواج هم مأذون الأنكحة فما في تدوير أساسا. حتى اللي يعقد الزواج غالبا يكون شخص عنده عمل ثاني وهذا عمل وبنسبة كبيرة يكون تطوعي أنه يعقد بناء على ضوابط وأنظمة من وزارة العدل. مسناهم من ضمن الكاتيجوري لوزارة العدل عاقدي الأنكحة ما بيكونوا من ضمن لابد مرجعية ولابد تصريح من وزارة العدل، لكنه ممكن يكون أستاذ جامعة، ممكن يكون إمام مسجد، ممكن يكون معلم وتكون فيه كل الصفات أنه يتولى مهمة عقد الأنكحة. فهذه لها وزارة العدل عندها الضوابط الخاصة فيها. فتدوير القضاء ما له علاقة، وتدوير القضاء ما بين 15 و18 والآن الضوابط اللي بيتم
أوصى فيها مجلس الشورى أنه يصير فيه رأي صحي وفي رأي نفسي وفي رأي اجتماعي. صح. وكانت الأخت قالت طيب كيف نعرف أنها معنفة؟ وإذا صارت معنفة إيش الحل؟ هنا يجي دور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي في أنهم كيف يتعاملون مع هذه المشكلة. المستشارين الأسريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يتعاملون مع كثير. لا بد يكون في تهيئة. ما تتكلم. عندنا أطفال ما تتكلم سواء شاب أو بنت، وإحنا نعرف طيب. يعني في بعض الأطفال أو أنا أقول عنهم أطفال لأنهم 15 يعني ماني قادرة أقول أنهم غير أنهم أطفال، فيخافون يحكون. يعني الآن تيجي واحدة تبغى تقول للقاضي، يعني خلينا نحكي عام يعني شوي، تيجي واحدة تحكي للقاضي أنا أبوي جابرني، ما حتحكي ليش؟ لأنه عارف أنه في وراها أب ممكن يعني يضربها، ممكن يتبرى منها، ممكن انه خلاص. انت انسانه بالغه وعندك طفله عمرها 15 سنه، ما بتقول لك ان ابوي جابرني، لكن بيبان من ملامحها، من اسلوب كلامها، من ذكائك في طرح الاسئله، من خبرتك انت كمتخصصه، بيبان والله هذا المحققين والقضاء هذول. صحيح. يجي يقول انا متاكد هذا حرامي او مجرم بناء على مؤشرات عنده. انت نفس الشيء عندك مؤشرات، البنت ما تقول. ومن الحكمة أيضا برضو أن القاضي والأخصائي النفسي والاجتماعي بعدين إذا عرف أنه فيه نوع من الإجبار يكون فيه عنده آلية للتعامل معها، بحيث أنه لا الشاب ولا الشاب، إحنا نتكلم على الفتيات مثلا، وحتى الشباب ممكن الشاب بالولد يكون مجبر، فلا بد أنه يكون فيه آلية معينة للتعامل مع مثل هذه الحالات. لا يمكن نوصل لحل واضح وصريح 100%. حتى سن لما تقولون 15 و18 العالم كله مختلف. من العين اللي أنا قابلتهم منهم اللي قال لي 20 سنة قليل، وفي من هو اللي قال المفروض إنه ما في زواج إلا بعد الجامعة. بس هو الأفرج الطبيعي والله دكتور حسين، الأفرج الطبيعي اللي كل اللي إحنا ما نختلف عليه وما أحد ينكره عالميا، وهذا بدليل إنه السعودية وقعت اتفاقية عام 88 لحقوق الطفل، إنه أقل من 18 سنة هذا غير شخص، ما حنقول ما هو عاقل بس ما هو بالغ، شعره مو بيده. طيب. ففكرة انه احنا ممكن نسمح بزواج القاصرة تحديدا، انا بتكلم على البنات يعني. نعم. نادر ما تلاقي في شباب يتزوج، او الضغط بيصير على البنت، او البنت هي اللي ابوها بيجبرها تتزوج في حالة انه مثلا واحد كمان اكبر منها في السن. طب في اتفاقية اوريدي احنا وقعنا عليها عام 88 لحقوق الطفل، اقل من 18 سنة ذكر او انثى هذا طفل، ليش الآن صار فيه كمان إنه لا من 15 إلى 17؟ طيب خلينا نرد عليك، ليش في أمريكا أقل من 18 يزوجونهم؟ في أمريكا ليش أمريكا يزوجون؟ ليش في ليش ليش في اسكتلندا 16 سنة سن الزواج؟ ليش في رومانيا 14 سنة؟ يختلف السن. في شيء عندنا اسمه الايج اوف كونسنت اللي هو سن الموافقه على الزواج، وسن البلوغ، وسن الرشد، في مسميات مختلفه. لكن القاضي او بالاصح الدوله تستطيع، يعني من خلال مجلس الشورى الان طلعت براي، وذكر الشيخ عيسى قبل شوي انه في النهايه الراي لولي الامر اللي هو الملك الله يحفظه، هو اللي يقرر هل هذا يمشي. لا، في مصلحه عامه الان، مع انه فيه ضرر يختار المصلحة العامة. في أمريكا حالات زواج صغيرات كثير، وحتى أقل من السن المسموح، بس هذا تكون مخالفة، هي مش في كل الولايات. السن يختلف على فكرة، حتى اختلاف الثقافة والعقلية، اختلفت ثقافة البنت في السعودية تختلف عن ثقافة أكيد البنت طبعا في بلد ثاني. بس اسمح لي أوضح هذه النقطة عشان كمان السادة المشاهدين ما يقولوا مثلا أنه إحنا يعني بنتهجم أو حاجة. لا، يعني هي تختلف من ولاية لولاية سن القانون للزواج عندهم. يعني في ولايات كثير تحت 18 سنة تعتبر ممنوع أن هي تتزوج، وجريمة الشيخ القاضي عندهم اللي يزوج بنت اقل من 18 سنة يعتبر هذا سوى جرم ويعاقب عليه قانون جريمة فيدرالية او شيء زي كذا، يعني حاجة كبيرة عندهم. فهي تختلف من ولاية لولاية على حسب كمان. يعني هنا انا يعني بوافق زميلتي رؤى لما قالت لك انه احنا هنا من يعني المملكة العربية السعودية دولة كبيرة مترامية الأطراف، في ناس تقول لك عادي 15 سنة ما في مشكلة، وفي ناس تجي تقول لك لا 15 سنة عندي تعتبر طفلة. فهي ما هي نفس الحكاية. أحسنت. هو الآن مثل ما قلت في اختلاف أحيانا، ولأنه في أمريكا عندهم نظام يختلف عن عندنا في السعودية، يختلف عن بلدان ثانية. أنا بعطيك معلومة تقريبا يعني اللي أعرفه، دول العالم كلها حسب الأمم المتحدة 193 أو 194 دولة، عندنا 73 دولة من ضمنها السعودية ما عندهم حد أدنى للزواج، ما في نظام. يعني إحنا ما إحنا الحالة اللي في العالم اللي عندنا هذه المشكلة. صحيح. المشكلة موجودة، وأحيانا حتى وضع سن ما هو المشكلة، هو أحيانا يكون حل
أنا أشوف أنه يعني المشكلة نتجت عن استغلالها. يعني دكتور حسن اسمح لي، أنا طبعا أشكرك على بحثك اللي أنت كنت بتسويه بما يخص زواج القاصرات، وكنت يعني بتذكر نقاط فيها مرة كثيرة خصوصا بما يضر الزواج وإيش أضراره على الفتيات تحديدا. لكن أنا أتوقع أنه قرار مجلس الشورى أو التوسيط اللي قدموها هو يقنن، وإحنا نحتاج إلى تقنين. أنا أشكر وجودك اليوم دكتور حسن، يعطيك العافية. مشاهدينا ابقوا معانا، إحنا مكملين باقي الفقرات.